بطاقة بلاستيكية صغيرة بمفعول العصا السحرية، تدفع حاملها للاستهلاك لأنه لا يدفع نقداً هنا. إنها بطاقات الائتمان التي تصدرها البنوك أو شركات الخدمات المالية حول العالم. تسمح البطاقة بالشراء مع خيار الدفع لاحقاً. سوق بطاقات الائتمان 103 مليارات و72 مليون دولار. ولهذه البطاقة نوعان: بطاقة ائتمان مدينة تسحب بها ما تمتلكه من مال، بطاقة ائتمان دائنة تشبه آليتها القرض المصرفي. قصة البطاقات تعود لحقبة الثمانينيات الصعبة عندما دخل الاقتصاد الأمريكي حقبة الركود التضخمي. تدخل الفيدرالي بقوانينه وحدد سقف فوائد للبطاقات. مدير سيتي بانك بحث عن أماكن لا تطالها القوانين. استغل البنك قانون ماركتس لإصدار بطاقات بفوائد عالية. انتشر استخدامها وبدأ عصرها الذهبي، وزادت شعبية شركات البطاقات عالمية. أهم شركات البطاقات فيزا، ماستر كارد، أمريكان إكسبرس.